الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سماحة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، سعادة الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف، السادة العلماء والسفراء، الحضور الكريم، من منطلق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذه المسابقة، وتفضله أيضا بتكريم أوائل الفائزين فيها في احتفال الوزارة بليلة القدر إن شاء الله تعالى. كما أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي تفضل بإنابته عن سيادته في افتتاح هذه المسابقة، ويسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعا وأن أنقل لكم تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لكم وللمسابقة وللمتسابقين بكل التوفيق، كما نتمنى لضيوفنا الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر الذي قال رب العزة عز وجل في شأنها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلها أمنا وأمانا إلى يوم القيامة وسائر بلاد العالمين. ويشرفنا في وزارة الأوقاف المصرية أن نكون في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة من قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حقهم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. وأن نتخذ من خدمة القرآن الكريم وأهل القرآن والعمل على الفهم الصحيح لمقاصد القرآن الكريم وإعلاء قيمه الإيمانية والأخلاقية والإنسانية منهجا ثابتا. فأنشأنا منذ 3 سنوات المدارس القرآنية التي بلغت 1150 مدرسة على مستوى الجمهورية، مع افتتاح 50 مدرسة جديدة كل 3 أشهر. ولإعداد محفظ متميز فاهم لمقاصد القرآن الكريم مجيد لتعليمه، أنشأنا في العام الماضي 69 مركزا لإعداد محفظ القرآن الكريم، وستتخرج الدفعات الأولى في نهاية هذا العام بإذن الله تعالى، إضافة إلى نحو 2500 مكتب لتحفيظ القرآن الكريم وأكثر من 8000 مقرأة قرآنية، فضلا عن المسابقات القرآنية المحلية والعالمية. وتأكيدا على أهمية حفظ القرآن الكريم، اشترطنا إتقانه حفظا وفهما والإلمام بفهم مقاصده للعمل بالمساجد الكبرى أو الإيفاد بالخارج أو أي ترقية علمية أو إدارية في المجال الدعوي، مع اجتهادنا في إكرام أهل القرآن الفاقهين لمقاصده وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها في جوانب العمل المختلفة بالوزارة. كل ذلك خدمة لكتاب الله عز وجل
وإيمانا منا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله محفوظ بحفظ من قال في حقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وواجبنا هو الاجتهاد في فهم صحيح النص الذي تتجلى عظمته في تجدد عطائه لكل جيل بقدر عطائهم له، فهو أصدق الحديث وأعذبه وأحسن القصص وأجمله، لا تنقضي عجائبه ولا ينفد عطاؤه. لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ونؤكد أن بلدا تصدح مآذنه بالحق ليل نهار وينفق، وهو ما أنفق بالفعل، ما يزيد على 3 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله عز وجل، وتهب مؤسساته لخدمة كتاب الله، ويؤكد رئيسه أنه لا مساس بثوابت الدين ومقدساته، ويؤكد رئيسه أنه لا مساس بثوابت الدين ومقدساته، لبلد عظيم لا يمكن لأحد أن يزايد على ثوابته الدينية، على أننا في حاجة أشد إلى الفهم الصحيح لهذه الثوابت من خلال فهم النص وفهم الواقع وإعمال العقل في إنزال الحكم الناشئ عن فهم صحيح النص على مناطه من الواقع في ضوء مستجدات العصر وظروفه وعادات أهله، حيث يؤكد جمهور العلماء الثقات وكل من يعتد برأيه من أهل العلم أن من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب، أي من الكتب المكتوبة حول النص، هذا رأي جمهور العلماء، وكل من يعتد برأيه أن من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب دون معرفة عاداتهم وأعرافهم وأحوال ومستجدات زمانهم فقد ضل وأضل. وعلينا أن نحظى في الوقت نفسه من أناس حرفوا الكلمة عن مواضعه عمدا أو جهلا، فضلوا وأضلوا يقتلون باسم الإسلام وللأسف تحت راية القرآن إفكا وافتراء على الله ورسوله. وإنه لشرف لنا أن نكون في خدمة أهل القرآن وحفظته، ومثلنا ومثلهم قول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وأختم بأنموذجين من أوجه العظمة في القرآن الكريم. الأول كلمة إصلاح مفردة قرآنية واحدة في قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فإن اللغة العربية على عمقها واتساعها ومرونتها واختلاف حقولها الدلالية رأسيا وأفقيا لا يمكن لا هي ولا غيرها من اللغات أن تعطيك كلمة واحدة تقوم مقام كلمة إصلاح وتسد مسدها. ذلك أن اليتيم قد يكون فقيرا، قد يحتاج إلى الإطعام
أو الكسوة أو الإيواء، فيكون الإصلاح أن توفر له الطعام أو الشراب أو المسكن. وقد يكون اليتيم غنيا له من ماله ما يكفيه، لكنه يحتاج إلى من يحافظ له على تجارته أو صناعته أو يحفظ له أمواله، فيكون الإصلاح هنا أن تحافظ له على أمواله. وقد يكون اليتيم غنيا وله من أهله الأقربين من يقوم بذلك من أخ أو عم أو خال أو نحوه، لكنه يحتاج إلى العطف والحنو والرحمة، يحتاج أن يجد في الناس وفي المجتمع أبا، يجد في الطبيب أبا وفي المعلم أبا وفي الناس أبا. ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق يصر، يحتاج إلى من يفرح بفرحه ويتألم لألمه، فيكون الإصلاح في مشاركته الوجدانية. وقد يحتاج اليتيم إلى التأديب والتقويم والإصلاح، فيكون الإصلاح أن تقوم بتقويمه وتهذيبه وحسن تربيته. وأكثر ما تنصرف إليه الأعمال الخيرية هي إلى مسألة الإطعام أو الإيواء، ولم يلتفت أحد ربما إلى بعض هذه المعاني، فجاءت كلمة إصلاح لتشمل كل هذه المعاني، ولا يمكن لأي كلمة. وقد تناقشت مع عدد من الأدباء المتخصصين حول الحقول الدلالية الرأسية والأفقية، فعادوا جميعا قالوا لم نجد كلمة واحدة يمكن أن تقوم مقام كلمة إصلاح، وهذا هو القرآن الكريم الذي تقع كل كلمة في موضعها بحيث لا تسد أخرى مسدها، وهو الكلام الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاءك من جهة لفظه أم من جهة معناه، إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب. الأنموذج الأخير في قوله تعالى: وطال الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وكثير منا عندما يذهب إلى منطقة جبلية ربما إلى الآن وفي عصرنا الحاضر ما لم يكن من أهل العلم لا يتوقع ولا يظن ولا يتوهم أن هذه الجبال التي يجلس بين جنباتها تسير. فمن الذي علم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا أن الجبال تدور بدوران الأرض وتمر مر السحاب؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه. وقد استمع أحد الأعراب إلى قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فانطلق الأعرابي بفطرته السليمة قائلا: أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه. خلق السماوات بغير عمد طاونها، خلق السماوات بغير عمد طاونها، وألقى في الأرض واسيا أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ويقول سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وختاما نختم بقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من تعلمه وعمل به فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات
فطوبى لمن خدمه وعمل به. نسأل الله العلي العظيم أن نكون من خدمة القرآن ومن خدمة أهله، وأن يرزقنا سبحانه بركته وبركتهم، وأن يوفقنا للعمل به. ونتمنى لكم كل السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.